مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في قناة فضاء عالية الهمة في فيديو جديد ووصفة جديدة، وهي عصير صحي بالتمر والجوز. نترككم مع المكونات وطريقة التحضير. نحتاج في المكونات إلى لتر من الحليب، موزتين كبيرتين، 15 حبة من التمر منقوع في كأس ونصف من الحليب، وكأس من الجوز. نبقى مع الطريقة. في كوب الخلاط نضع التمر المنقوع، كمية التمر تبقى حسب حلاوة التمر. نقطع الموز، بعد طحن العصير يصبح على هذا الشكل، نقدمه في كؤوس التزيين. وهكذا نكون قد أنهينا وصفة اليوم، عصير صحي بدون سكر رائع شكلا ومذاقا. أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم، فإن أعجبتكم فلا تنسوا دعم القناة بضغطكم على الزر الأحمر اشتراك وزر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم جديد القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.